قد يعلو الذهب غبار يحلب بريقه فلا تدرك حقيقته حتى تزيل رواسب الزمان. وهذا حال استاذنا الدكتور محمد الطلابي كالذهب المخبوء في قيمته ونفاسته. وفي رحلتنا هذه نزيح الستار عن مشروع عمره وزبده فكره. حياكم الله دكتور. الله يبارك فيك. نريد ان نصبر يا شباب على مشروع الدكتور فيه شيء من الصعوبة لكن ان شاء الله مع الايام المخيم يعني نفكك هذه السداسيات عند استاذنا، استاذنا في الجلسة الماضية كنتم تتحدثون عن النخبة المطلوبة لاحداث التغيير والانتقال الحضاري. طبعا قلت بأن الصفوة هي المسؤولة رقم واحد على الفعل الحضاري المبصر في مقبل السنوات والعقود. فالأمة تتبع والصفوة تقول وإن انحرفت الصفوة انحرف كل شيء وسأعطي مثالين كبيرين في تاريخ البشرية للصفوة وكيف أنها تؤدي إلى النهوض الحضارة المثال الأول من تاريخ حضارة المسلمين والمثال الثاني من تاريخ حضارة الغرب الحديث أنا أعتبر بأن منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منذ العهد المكي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في تشكيل ما أسميه بالمثقف الاستراتيجي للعالم أو ما, ما نسميه اليوم ما أسميه بالصفوة وأن بعد الهجرة مباشرة تم إكمال تشكيل هذا المثقف الاستراتيجي اللي هو مفهوم جرامشي الفيلسوف الإيطالي الماركسي الكبير بالمثقف العضوي انا اعتبر بان ابا بكر وعمر وعلي ونو العباس كبار مفكرين استراتيجيين لعصرهم واتخذوا قرارات تاريخيه استراتيجيه لو لم يتشكل عندهم ذلك الوعي المطابق للدين اي الفهم للدين والوعي المطابق للعصر اي فهم عصرهم والسياق تاريخي ما استطاعوا اتخاذ القرارات الكبرى فابو بكر و ورفض عدم أداء الزكاة من طرف المسلمين كان قرارا استراتيجيا تخيلوا لو أنه أخذ بموقف عمر رضي الله عنهما معا بأن يصلوا بدون زكاة ستؤدي إلى سقوط إحدى ركائز الدولة ألا وهي المال الخزينة وبالتالي حينما حاولوا هدم إحدى أدوات الإنتاج الحضاري الدولة لأساسها المال كان التصدي القرار لأبي بكر بمحاربتها بقوة لان ذلك يعني تدمير احدى ادوات الانتاج الحضاري العملاقه لعصره والقرار الذي اتخذه عمر رضي الله عنه حينما رفض توزيع الغنيمه على المجاهدين واستبدله بنظام الخراج هذا قرار استراتيجي في سواد العراق أيضا في سواد العراق هؤلاء ما كانوا ليتخذوا هذه القرارات الاستراتيجيه لو لم يكونوا يمثلون الصفوه المثقفه للعصر لو لم يكونوا يمثلون المثقف الاستراتيجي للعصر وهذا هو الذي ادى الى الانطلاق الحضاري الضخم للمسلمين والذي امتد بعد ان كان الوطن هو المدينه وما يحيط بها اصبح وطننا يمتد من حدود الصين الى حدود الاندلس. وهكذا تشكل البنيان الحضاري الضخم للمسلمين في العصر الوسيط. لكن اصله نخبه مثقفه تمتلك روح العصر وتمتلك روح الدين. هكذا ايضا في الغرب النموذج الثاني للغرب ما كان للغرب أن ينتج هذه الحضارة العملاقة القائدة لليوم إلى العالم لو لم تتشكل الصفوة المثقفة في العصر الحديث بدءا من الثورة الإنسية في القرن السادس عشر وانتهاء بفلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر وفلسفة الكلاسيكية الألمانية العميقة في القرن التاسع عشر والأدباء الروس في القرن التاسع عشر مثل ماكسيم غوركي وديسويفسكي أو مثل هيغل وكارل ماركس وفيورباخ وغيرهم ونيتشو وغيرهم هؤلاء هم الذين شكلوا الصفوة المثقفة في العالم الغربي فأنتجت لنا صرحا فكريا متقدم أي بيانا في العمران انتهى إلى بناء بيان في الحضارة بأكملها في البنيان السياسي في البنية الاقتصادي في البنية الاجتماعي في كل شيء هكذا ترون بأن الصفوة إن تشكلت بوعي مبصر ستنتج حضارة مبصرة إن تشكلت بوعي مغشوش مشوش لن تنتج أي حضارة ولذا نحن اليوم مطالبون باعاده تشكيل الصفوه. طبعا حينما اقول الصفوه اقصد الفيلسوف الفقيه. اي ذلك الفيلسوف المبدع ولكن المنضبط لشرعه. المنضبط للشرع. هذا ما اقصد بالفقيه بمعنى انه لا يشك لا يفكر بطريقه منفلته بل هناك ضوابط حدد له الوحي اليقين عليه ان يمتح من خلالها ويتغذى وينتج المعرفه في كل مجالات الحياه. فقه سياسي فقه في الدولة في السلطان في العمران في الإنسان في كل شيء وأعطي مثال على قصور الوعي أنا أقول بأن الصفو المثقف عندنا على الأقل تعرف ثلاث أشكال من الوعي وعي سليم يمثل بصيص لم يتسع مساحة الوعي السليم المبصر ما زالت مقلصة ووعي سقيم متخلف ووعي مشوش ثلاث أشكال من الوعي عند الصفوة المثقفة نحن يجب أن ندفع في اتجاه اتساع دائرة الوعي السليم المطابق مطابق لروح الدين ومطابق لروح العصر كيف يجمع ما بين سنن الوحي اليقين وما بين سنن حركة التاريخ في القرن الواحد والعشرين هذه المساحة بدأت تتشكل نعم طبعا أنا أقول بأن عند الصفوة ما زالت مساحة الوعي المشوش كبيرة وهذا طبعا يتطلب إصلاح يتطلب إصلاحا ولن يت... لن يصلح إلا كما سنرى بإصلاح طرائق التفكير عند الصفوة المثقفة لأن الصفوة المثقفة تنتج معرفة ولكن لكل إنتاج أدوات للإنتاج كما السلعة تنتج السلعة لكي تكون ج... ج... جيدة وسليمه ولها القدره على التنافس في السوق، لابد ان تكون ادوات الانتاج جيده. هكذا هو ايضا المعرفه. ولذا فاؤكد من جديد بانكم انتم الشباب. انتم الشباب بعد الله عز وجل المعول عليكم، في المسؤوليه التاريخيه كبيره عندكم. والمسؤوليه الدينيه كبيره عندكم. ان انتم استطعتم ان تقتحموا العقبه. والعقبة ما أدرك ما العقبة هي أن تفكك أجهزة المفاهيم القديمة عندكم عندها في تقديري بأننا نكون قد بدأنا مسيرة الارتقاء الحضاري أنا لا أتكلم بالزمن السياسي القصير أنا أتكلم بالزمن العابر للسياسة العابر للزمن السياسي زمن تاريخي طويل أنا أتكلم عن 2050 أتكلم عن نهاية القرن أتكلم عن القرن 23 لا بد أن تكون رؤيتنا بعيدة المدى ونصبر لأن إن أردنا أن نحقق كل هذا في عقد من الزمان أو عقدين أو جيل غير ممكن والزمان الثقافي كما تعرفون هو زمان ممتد وتشكيل التيار الثقافي يتطلب قرون فعصر الحداثة في الغرب تتكلم من القرن السادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر بما يتطلب ثلاث قرون أو أربع يتشكل الفيلسوف او الفيلسوف عند الغرب نحن مستعجلون يا دكتور نحن مستعجلون وهذا <applause> يضرنا أستاذ الكريم خطابكم موجه الى الصفوه اين اين العوام من هذا الخطاب؟ تمام واين اذا اردت ان تزرع بذره الا يجب ان تجد لها البيئه الصالحه؟ وهذه الافكار الا تحتاج الى اجماع ووعي جمعي حتى انها تنشر و, و... وتبث وحتى تؤتي ثمارها واكلها أنا حينما أقول الصفوة لأنني بحركة وفق حركة سنن التاريخ البشري كله الأمة تتبع الصفوة حتى القرآن كلمة الإمام وأن إبراهيم كان إماما يعني طليعة ليس إماما في المسجد وأنتم, و... وأنتم خير أمة أخرجت الأمة يعني الطليعة لأمم أخرى ليس الأمة بمعناها عدد السكان لا طليعة بمعنى ووليده في الامامه بالمفهوم الفكري اي القياده اي الطليعه اي القدوه تؤدي حتما الى ان الامه تتبع تابعه طبعا هذه الصفوه ستشكل من وسط الامه فهي ليست غريبه عن هذه فسوف تنتج الامه في النهايه وبالتالي ان كانت الصفوه سليمه الوعي صادقه النوايا بالتأكيد أن الأمة ستتبعها بالتأكيد ولذا أنا أقول بأن قضية الإجماع غير ممكنة الحديث عن الإجماع غير ممكن ولا يجوز الله خلق كل شيء متعدد كل شيء متعدد ليس الحقيق أبيض أو أسود بل يبحث عنها وسط سبعة ألوان وركب الألوان ستعطيك عشرات الحقائق هكذا هو في الفكر وفي الثقافة والتعددية في العمل السياسي في العمل الحزبي أنا أؤمن بالتعددية الفكرية داخل الأمة الواحدة لأن سيؤدي ذلك إلى إلى إبداع كما هو في الغرب التعدد هو الذي أعطى النهوض الحضاري الغربي لكن الرأي الواحد والزعيم الواحد والحزب الواحد والمفكر الواحد والعالم الواحد في تقديري هذا فساد فكري وعقدي كبير علينا أن نتجاوزه في مقبل الأيام إن شاء الله يعني نخرج من, من اطار الاستنساخ الفكره الواحده والجميع على راي واحد نعم الى استنساخ الى الى ابداع عشرات الافكار ان شاء الله هكذا سوف نشكل الصفوه الراشده المبصره التي تتجاوز الوعي المشوش والوعي السقيم نحو الوعي الـ 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 السليم ان شاء الله موضوع الصفوه المفكره ايضا اثار يعني بعض النقاش مع الدكتور الصفوة المفكرة طبعا هذه النظرية سابقة يعني كثير من المذاهب الفكرية السابقة تعتمد على فكرة الصفوة المفكرة أعتقد الماركسيين أيضا اعتمدوا على فكرة الصفوة المفكرة أو على الأقل كما كنا ندرس في مدارس سوريا في يعني أدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي حزب البعث أيضا يقول انه يسعى الى تجهيز الطليعه، يسميها الطليعه وليس الصفوه المفكره، الطليعه التي تقود الامه وتقوم بحركه انقلابيه تحقق اهداف الامه في الوحده والحريه والاشتراكيه، هذا الفكر السائد، هذا فكر سائد منذ القدم يعني ان هناك فئه قليله هي التي تقود الامه وتوجهها. ولكن هذا الفكر صراحه تعرض الى انتكاسه ممكن او تعرض الى اختبار حقيقي في ثورات الربيع العربي. في ثورات الربيع العربي من تحرك اولا ومن قاد الثورات ومن خرج بالثوره هي الامه او خرج الشعب في البدايه. وتبعته الصفوه المثقفه، هذا ما رأينا، هذا ما كنا شاهدين عليه في سوريا مثلا، وايضا حصل مثله في مصر اتوقع وفي تونس في الدول العربيه الاخرى، لذلك هذا يعني تحدي رئيسي لفكره الصفوه المثقفه التي هي مفهوم رئيسي في نظريه وفكره الدكتور. والفكرة التجديد حينما يكون الخطاب للصفوه، انا ارى انه الخطاب لابد ان يكون لكل الامه، وان الصفوه لابد ان تشكل، يعني انت الان لما تخاطب تخاطب صفوه، طيب هذه الصفوه من اين تاتي بها؟ هل تنتقيها؟ هل تشكلها؟ أم أنها موجودة الآن أصلاً في الواقع بقول الدكتور وتوجهه بخطابه فقط للصفوة من المجتمع ممكن يكون على حق كبير هو فيه لأني إذا هو بيحكي بأفكار كبيرة وبيحكي عن قيام حضارات ودول فأكيد لازم المخاطبين فيه يكونوا الناس النخبة يعني الناس العوام ما رح يستوعبوا الموضوع او انت تتوجه للناس العوام برفع مستواهم بحيث يصيروا قادرين على فهم الكلام المقدم ويشتغلوا فيه حينما ظهر الفيلسوف كانت لم ينتجه احد او الفيلسوف هيجل او لم ينتجه احد بل ان البيئه العامه التي ظهر فيها التيار الفكري العام قائمه على العقلانيه وعلى الماديه وعن الانسيه وغيرها انتج مثل هذه المفكرين الكبار كانت وديكارت وكارل ماركس وفيورباخ وغيرهم من كبار لكن النخبه تقصدون بها مفكرين وليس المقصود بنخبه طليعه او تنظيم او جماعه لا لا ابدا لا اقصد بها الصف الاول من المفكرين الصف الاول بمعنى قد نجد شرائح من المثقفين والعلماء والدعاة لكن انا اقصد بالصف الاول اللي هما الرواحل في ديننا الرواحل الحديث هذا لا تكاد تجد الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. راحلة. أقل من اقل من 1% هي التي تحدث التغيير في التاريخ البشري كله هذه هي المهمه ولذلك القواد القوات في الامه عددهم قليل يعني عبر التاريخ <applause> الذي يقودون الامه ليس بالشرط ان يكون الكل قائد حتى يستطيع أن ننهض بهذه الأمة لابد أن يكونوا صفوة قلة وهم الذي يستطيعوا قيادة هذه الأمة إلى النهضة صحيح ولهذه تتشكل ولا تصنع بمعنى أنك تريد أن تصنع هكذا في مختبرات فكرية و... قد تفيد المؤسسات والاجتهاد الجمعي والتقادف وت... الذهني مهم لكن هي سيرورة أشخاص ينتجون فكرا عميقا يمتلك القدرة على استخلاص الكليات الكلية في العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعلوم المادية فيتحول إلى تيار وحينما يتحول إلى تيار بمعنى أنه أصبح قوة هل هي موجودة اليوم الصفوة هذه؟ لا تتشكل تتشكل أن... أن... ولكنها لم تنولد بشكل نهائي لا ما زال عندها عقدة وعقدين وثلاثة أو ثلاثة أو ربما متصفحة أنت تكلمت أستاذنا عن... عن هذه الشخصيات التي انتجتها هذه البيئه أنتجت صفوه معينه لو كانت البيئه غير مؤهله لانتاج الصفوه العامله من هو المسؤول عن انتاج هذه الصفوه اذا كانت البيئه والمجتمع غير صالح من هو المسؤول لن تنتج هذه لن تتشكل هل ننتظر الحظ او كيف ننتظر ننتظر قرون قد ننتظر قرونا كي تتشكل لا يكون لنا دور في تشكيل هذه الدوله مؤسسات او او ناس ولو افراد يعملون على انشاء هذه الصفوه العامله طبعا هذا سنحاول سنجتهد ولكن إن كانت البيئة مغلقة غير قابلة مثلا أعطيك الممانعة ضد الإبداع اليوم عند بعض الفقهاء والعلماء هل تساعد على تشكُّل الصفوة؟ لا ولذا حينما تكون قوة الممانعة أو قابلية استقبال الفكر الجديد والإبداع الجديد صعبة سوف تتعطل سوف تكون من مرحلة بناء الصفوة وتشكيلها بطيء جدا وقد يتطلب أجيال وقد يتطلب قرون ليس انا لا اتكلم على ان القضيه سهله وبسيطه أو أو كي تتشك... تتحول الى تيار نعم ولهذا لا بد ان تاخذ بعين الاعتبار الممانعه في المجتمع الممانعه عند العامه الممانعه عند المثقفين الممانعه عند الدوله الممانعه ممانعات اجهزه تمنع امكانيه الانبثاق هناك تحديات كثيره طبعا تقول استاذ انت تنتظر قرون اذا معناها انه لا يمكن ان تقوم دوله بدون بدون قيام هذه الصفوه، لا يمكن ان تقوم دوله بدون قيام هذه الصفوه. لن تنهض بدون صفوه. ولهذا القرن اوروبا تطلب ربع قرون. الامر ليس بسيطا. طبعا حتى عندنا نحن متى تشكل عصر التدوير الاسلامي الاول؟ بدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ان نقول بان الرسول هيئ الشروط لتفجر البنيان المعرفي. ولكن تطلب منا خمسه قرون عصر التدوين يبدا في القرن الرابع يجري وقرن عصر التدوين اي النواة الاساسيه للتدوين بعد ثلاثه قرون او اربعه بما ان الزمن الثقافي ليس طبعا الان عصر التواصل الاجتماعي أسهل فكرتي الان انا اقول الان ويمكن ان تصل الى واشنطن في نفس اللحظه هذا عامل اساسي يسرع عمليه انتشار الفكره استاذي البعض يجادل الان ويقول ان هذا الكلام او ان مشروعكم الموجه للصفوه على اساس ان الصفوه هي قاطره الامه او هي التي تقع الصفوه او الصفوه المثقفه هي التي تقود الامه وتقطرها نحو التغيير ان هذا الكلام لا ينطبق في القرن الحادي والعشرين في عصر الفرديه الان اصبح الاشخاص يعني المفكرين تاثيرهم محدود جدا في في عامه الناس والتغيير كما لاحظنا في ثورات الربيع العربي ان الامه هي التي قامت بالتغيير وان الصفوه هي التي تبعت الأمة، يعني الأمة تقدمت على الصفوة، لذلك البعض يجادل بأن مثل هكذا مشاريع كمشروعكم الرائد أو المميز، يجب أن يكون موجهاً للأمة بشكل عام، لكي تتمكن أو لكي نهيئ البيئة اللازمة للتغيير. طبعاً حينما يقول الصفا لا يعني بأنها نخبة متعالية عن الأمة، بالعكس، شرط أن تكون من الصفوة أن تكون جماهير، مما تعبر عن قضايا العميقة للجماهير، إن لم تكن تعبر لست من الصفوة، أبداً. فمن شروط الصفوة الجماهيرية بمعنى تلتقط نبض الشعب وحاجاته النفسية ورغباته وتقوم بتركيبها في طيب كلية طيب. عندها وتعيدها من جديد لتنغرز في في المجتمع هذه هي هذه النخبة أنا لا أقصد النخبة تلك المتعالية في الأبراج فتتشكل من خلال ذلك الصفوة لأن الصفوة هم أبناء الأمة في النهاية ولكن ينولدون من داخل الأمة فلا يمكن أن نقول بأن الصفوة أولا من مقارنة الربيع الديمقراطي لم تفجر هكذا الأمة بشكل خام لا هناك صفوة قادة التغيير لكن لم تكن تمتلك الوعي السياسي الراشد أما من الذي قاد الثورة المثقفون الشباب السياسيون الفنانون ولكن كان هناك قصور في الرؤية العامة لكيفية تحويل هذا الانفجار الذي وقع في الامه تحويله الى بعقل بارد بعقل بارد الى مخطط لنجاح اهداف الثوره عقل بارد؟ نعم بارد بدلا من لان الامه تفجر فيها العاطفه الساخنه تلك العاطفه الساخنه الحاره تتطلب عقلا باردا ينظم العمليه ان استمر مع العاطفه الساخنه سوف يفشل في كل شيء لأن كثير من القضايا فيها وجدان وحماس فقط لكن أنت إن كنت تفكر بعقل بارد سوف تحول تلك الطاقة المتفجرة إلى برنامج للإصلاح ولكن بتخطيط وبعقلانية وبحساب ميزان القوى وبرؤية نظرية واضحة للدولة وبرؤية نظرية رؤية واضحة لميزان القوى وغيرها وهذا كله يتطلب عقل بارد مع الأسف نحن تفجر فينا الربيع الديمقراطي قادته طليعه لكن تلك الطليعه لم تكن في المستوى فجرت بالفعل ديك في الطاقه المجت... في الامه ولكن لم تستطع انها تذهب بها الى النجاه والنجاح في نهايه المطاف استاذنا بارك الله فيك آآ آآ انت تكلمت عن موضوع التفكير الحر ما هي ضوابط التفكير الحر؟ لأن الحريه المطلقه هذه ليست موجوده حقيقه او لها اضرار يعني كثيرة لابد من ضبط هذا التفكير الحر أنا أقول بأن ديننا علمنا أن نفكر تفكيرا حر يعني ليس له ضوابط لا ليس له ضوابط من النص حينما يقول يا أولي الألباب تدبروا تفكروا والسؤال في القرآن لم نتطرق إليه السؤال في القرآن في تقديري يفجر الطاقة الدينية ألا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف, كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ترى, ترى, ترى أن الله ترى. أنزل من السماء ما ألم ترى ألم ترى ألم ترى أنا. هذا في تقديري ألا جواب هذا في النص القرآن ليس له جواب أنا في تقديري هذا مثل المثل الصيني لا لا تعطيه سمكا علمه كيف يصطاد لا تعلم الإيمان لا تفرض عليه الإيمان علّموا كيف يصل إلى الإيمان عن طريق تفجير السؤال لأن السؤال حينما يتفجر يعني الحرية في الإبداع وتس... وتوصلك إلى الحقيقة والسؤال القرآني ضابط من ضوابط ولهذا أنا تنعتبر الحرية في التفكير ويساعدنا في العمل الفني المخيال لأن العمل الفني يفجر كما ذكرتم دكتور يعني منضبط بالكتاب والسنة والمبادئ ليس من يعارض وفي هذا في القرآن أنا تنظر حرية التعبير مطلقة وإلا تجد من غايات النص القرآني أن على الأقل غايات النص القرآني الثمانية عشرة العشرين تجد على الأقل عشرة منها يأتي التفكير وإعمال العقلي في المرتبة الثانية مما يدل على ديننا دين عقل ودين اجتهاد وتدبر في الآفاق في لو كان يريد ان يحجر عليك لما اعطاك هذه الحريه في ان تتدبر، وبالتالي أن تنظر بان القران يدعون الى اعمال الحريه بقوه. الشباب يحتاجون ان يعملوا عقولهم وتحضيرهم للمسابقه، فالآن سنذهب للراحه وبعد الفجر يبداون بالاعداد للمسابقه ان شاء الله.